النهارده، وهل انت يعني كنت متوقع ان الراجل نفسه، يعني احنا كنا بقالنا فتره ان احنا عايزين نلعب بالشكل الطبيعي ما يبقاش في تاليف في يعني في تغيير بعض اللاعبين في اماكنهم. النهارده مثلا شفنا مصطفى محمد بيلعب في وقت مواد جناح، شوف بنشوف صلاح، هو طبعا 4-3-3 في ليفربول ما فيهاش تمركز في فكره الراس حربه ببعض، ويمكن هو كان عايز يشتغلها بالشكل ده، وان هو يبعد صلاح عن الطرف على اساس ان ممكن الجهاز الفني في نيجيريا واللاعبين مركزين ان صلاح بيلعب كناحيه اليمين وبالتالي بوقفينه ناس، فحب يخدع الفريق النيجيري ولعب مصطفى محمد. بس هو بدا بصلاح ناحيه الرايت في الاول، ما انا قصدي ان هو بيعمل كده التحرك وبيثبت وقت بحيث انه يحصل خلخله ويبعده عن صلاح، لكن فوجئنا ان الامور مش ماشيه، وبالتالي برضو بنشوف واحد زي تريزيجيه، بنشوف واحد زي حمدي فتحي والنني مع بعض. انا بشوف كنت بشوف مين المفروض كان ينزل يستلم وهو اللي يلعب الناس، ما هي دي النقطه ما كانش في حد، فكل كوره كابتن ابو الدهب كان بتتلعب طوليه، ما بنطلعش بالكوره، ما عندناش القدرات ان احنا نطلع بالكوره. رايك اصلا في النهارده في التشكيله رقم واحد وفي شكل التيم النهارده الخاص بمنتخبنا؟ لا يمكن انا كنت معاك اول امبارح يا فاروق بكلمك بقول لك ان الراجل واضح انه مش فاهم افريقيا او طريقه اللعب في افريقيا. انت بتلعب، واحنا قلنا قبل كده ان الراجل ده عنده الاماكن بتاعته محجوزه لبعض اللعيبه المحترفين، سواء بقى ادائهم جيد سيء مالوش فيه، ان الراجل ده محترف فبيجي يلعب. النهارده شوف في لخبطه كبيره جدا في الملعب، ما انتش عارف منين بيعمل ايه، ما انتش عارف حمدي فتحي بيعمل ايه. النهارده حتى ما فيش الخطوط متباعده بينهم وبين بعض، ما فيش ربط، ما فيش حتى النهارده، حتى لو انت النهارده احنا طول عمرنا على مر الاجيال فاروق بيبقى عندنا بلاي ميكر سواء في الفرق او في المنتخبات، بيلعب الفرق، بيبقى فيه همزه الوصل بين الدفاع والهجوم، الراجل بيعرف يمسك كوره. النهارده تريزيجيه ظلم، والنهارده زي ما قال الكابتن رضا انا مش هزيد، قال لك بقاله سنه ما بيلعبش، فلما لعب النهارده كمان لعبته في الحته اللي هي بلاي ميكر رقم 10 ومش عارف يعملها لك، لان هو مش مهاريا، هو عاوز تلعب له في مساحه ويخش واحد على واحد، فبالتالي مش هيعملها لك بطريقه جيده. انت النهارده كمان لما جيت حتى لما تعدلت دخل في الجون، انت ما وصلتش لجون نيجيريا وما فيش تحركات، الناس احترموك كاسم مصر من البدايه ان هم عايزين يكسبوا فضغطوا عليك. انت النهارده يعني انا حسيت ان منتخب مصر قدام نيجيريا يعني اقزام، مع احترامي ليهم، النهارده ما فيش اي حاجه تذكر، ما فيش ميزه، ما فيش يعني تعمل ايه في الكور الثابته، التحركات النهارده مين اللي بيخش؟ حتى لما بدات عدلت قلت لك رمضان صبح لازم يبقى موجود من اللعيبه اللي بتمسك كوره وبتقف على الكوره كويس وبتتحرك وفي تحركات. نزل يا حبيبي، نزل ورحت مطلع مصطفى محمد، طب انت الناس دي هتلعب لمين؟ النهارده زيزو لما نزل بقى في لينا شكل، بنمسك كوره حتى بيبقى عندنا خطوره ان احنا بنوصل، عندنا نفس عندنا سرعات. النهارده النني انا ما حسيتش بوجوده. عمر مرموش، هو انت جاي تدي كباري؟ انت انا حاسس ان عمر مرموش ما عندوش اهميه للبطوله. طيب اسمح لي بس كابتن، يعني بس